مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم. حلقة جديدة مميزة من برنامجكم طبيب الحياة، نكون معاكم يوميا السبت الأربعاء من الواحدة حتى الثانية ظهرا. والنهاردة معانا زي ما عودناكم يعني كل حلقة بتقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وأفضل الأطباء في جميع التخصصات وأيضا أفضل المراكز الطبية. عشان كده هيكون معانا النهاردة أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضا أستاذ دكتور عبد العزيز يحيى، أستاذ جراحات الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية والتشوهات بطب الأزهر. استنونا فقرة مميزة جدا ولكن بعد هذا الفاصل. مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بيكم برنامجكم طبيب الحياة، هنكون معكم يومين من السبت للأربعاء من الواحدة حتى الثانية ظهرا. الحياة تكلمنا في حلقات سابقة عن السمنة الكلية وتكلمنا عن الجراحات زي تحويل المصغر للمعدة وتدبيس المعدة وتكميم المعدة. النهاردة في فقرتنا دي هنوجه كلامنا للناس اللي مش بتعاني من سمنة مفرطة أو وزن زائد، لا هنوجه فقرتنا النهاردة للناس اللي بتعاني من السمنة الموضوعية وبجد بتأثروا جدا لأنها بتأثر على مظهرهم وعلى حالتهم النفسية وكمان بتخليهم يبقوا مش واثقين في نفسهم قوي. النهاردة هنتكلم عن شفط الدهون وشد الترهلات وتكبير وتصغير الثدي مع أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بيك يا دكتور. والنهاردة موضوعنا مختلف شوية عن الحلقات اللي فاتت لأننا هنتخصص شوية في السمنة الموضوعية. تكلمنا قبل كده عن السمنة الكلية والجراحات اللي ممكن تناسب أصحاب الوزن الثقيل. النهارده هنتكلم عن تجمع الدهون في منطقه معينه وبنسميها سمنه موضوعيه. دكتور في البدايه حلول السمنه الموضوعيه ايه؟ هو زي ما حضرتك قلتي السمنه الموضوعيه واحده او واحد وزنهم طبيعي او شبه طبيعي، المشكله مش في الحجم كله او في الوزن كله، المشكله ان مفيش نوع من التناسق في جسمهم في منطقه اكبر من منطقه، وزي ما هي اسمها السمنه الموضوعيه بيبقى حلها حل موضعي. دايما بنلجا في هذه الحالات للتعامل مع الجزء اللي هو فيه الديفكت او الديفو اللي مضايق الشخص، في العيب اللي بالظبط. فلما بتبقى دهون متراكمه بس لكن حاله الجلد كويسه مفيش ترهل، وده عاده بنشوفه في الرجاله او في البنات اللي لسه ما اتجوزتش ومفيش حمل ورضاعه وكلام من ده، ممكن يبقى طبقه بسيطه من الدهون والجلد لسه فيه مرونه. لما بنعمل شفط دهون من غير جراحه بدون اجراء جراحه تماما ده بيدي نتيجه كويسه والدهون بتنزل خالص والمريضه بتحس ان هي خدت الشكل اللي هي عايزاه واصبح في تناسق في جسمها وما بيحصلش ترهل في الجلد. لكن لو احنا المريضه دي في حمل متكرر ورضاعه وولاده دايما الجلد بيحصل فيه نوع من الترهل. الحل التقليدي اللي طول عمرنا بنقوله ان ترهل الجلد يساوي شد الجلد جراحيا، بنشفط الدهون الاول زي ما شفطنا في الحاله الاولانيه لكن بيحصل ترهل في الجلد بعد الشفط. في نفس الجلسه ما بنستناش جلسه ثانيه، في نفس العمليه بنعمل شفط دهون وتفتيت الدهون تماما عشان ما ترجعش وبنعمل شد للجلد. شد الجلد كنا دايما طول عمرنا بنتكلم عن الشد الجراحي بجرح، دلوقتي في حاجات حديثه وفي حاجه اسمها الفيزر. اوكي هنتكلم دكتور بالتفصيل عن شفط الدهون. امتى نقول ان الحاله دي او المريضه دي او المريض ده محتاج فعلا شفط دهون ومريض تاني لا ما ينفعلوش شفط الدهون؟ في مريض بيجي لي او مريضه بتقول لك انا وزني مش عارف 130 و140 كيلو وعندي عايز اشفط دهون من جسمي كله. طبعا ده حل غير صحيح تماما لان ده نوع من السمنه الكليه اللي لازم نعمل له احدى الجراحات اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه، سواء تكميم تحويل تدبيس بتاكل حلويات كتير لا يعني لازم خطوه تسبق عمليات الشفط. لا هي خطوه هتغنيها عن الشفط، هتغنيها. هو الجراحات السمنه الكليه هتؤدي الى ان الخلايا الدهنيه في كل اجزاء الجسم الدهون اللي جواها هتفقد. اوكي طبعا معانا صوره ده زي ما حضرتك شايفه دي طبقات الجسم وده شفط الدهون فيديو. احنا بنحقن حاجات بتدمر الخلايا الدهنيه ودي خطوه اساسيه عشان الدهون ما ترجعش تاني، والا لو احنا بس سيحنا الدهون وشفطناها والخلايا سليمه يبقى هي قابله انها ترجع تاني لو المريض زاد في الوزن. ده بيبقى من خلال
خرم 2 مللي او 3 مللي زي ما حضرتك شايفه كانيولا، ابره صغيره بندخل في طبقه الدهون، حقنا الدهون ساحت، بندخل نشفطها زي حضرتك شايفه بكل بساطه. وطالما الجلد كويس وفي مرونه، الجلد بيلزق على الطبقه اللي فضلت من الدهون. احنا بنشفط تقريبا 70% من حجم الدهون اللي موجوده، او بنتعامل مع الشكل ان احنا بنرسم المنطقه. بمعنى ان ده وصفه احنا بنقعد نتكلم فيها مع المريضه، مع اختها، معاها، مع زوجها. احنا بنرسم الجسم ان الحته دي عاليه هنشفطها مثلا بمقدار دبل مثلا، والمنطقه دي ابسط شويه فهنشفطها كذا. هنرسم الرجل بالشكل الفلاني، وممكن نعرض صور ونشوف هم التخيل، لان دي جراحات تنسيق قوام وتجميل او نحت جسم. فلازم راي المريضه مهمه. حضرتك قلت حاجه مهمه كمان جدا، ان احنا مش بنرجع تاني للدهون دي، يعني مفيش اي مضاعفات يا دكتور ان احنا بعد ما بنشفط الدهون ترجع لنا تاني؟ حضرتك بتركز على الخلايا مثلا بس ولا ايه؟ مفيش كلام، احنا لازم نعمل تفتيت للدهون، والا دايما تسمعي مريض او مريضه يقول لك انا عملت شفط دهون ورجع تاني. صح. ده لو احنا عملنا شفط من غير تفتيت، يبقى الخلايا ما زالت سليمه وقابله انها تجمع تاني لو المريض زاد في الوزن. اوكي، هنشوف اول صوره دكتور معانا. طبعا ده بيبين الفرق بين قبل وبعد الشفط. طبعا الفرق بيبقى واضح جداً ومميز جدا. دايما بنحكم دايما على النتيجه دي في الشفط بعد شهر من العمليه. بعد شهر ممكن تبان. لا، بناخد النتيجه النهائيه. لان في اول فتره بعد الشفط بيحصل نوع من التورم والاحمرار مكان الشفط. ده بيخلي الشكل لسه البطن عاليه شويه. بعد شهر كل ده الاعصار دي بتروح، نوصل للنتيجه. زي ما حضرتك شايفه كمان الثانيه دي بقى بطن طبعا زايده، مع ان المريض او المريضه وزنها رفيع شكلها يعني وسطها هي عندها المشكله في البطن بس، فمش عايزه تخس كلها. لو خست كلها تقول لك وشي شكله مش حلو، انا اتاثرت والبطن لسه ما راحتش. ده بنتعامل معاها موضعيا زي ما حضرتك شايفه، بنشفط الدهون والمريض بياخد النتيجه اللي هو عايزها، وعمرها ما ترجع تاني. وبيبقى حل نهائي. اوكي، يعني دي مريضه بتعاني من سمنه موضوعيه لان جسمها كويس جدا، بس منطقه بالزبط. البطن او الكرش هي اللي فيها تجمع. زي ما حضرتك شايفه الجلد مشدود قبل العمليه. عشان كده ما احتجتش ان انا اعمل شد. اوكي، هنشوف كمان الصوره اللي بعدها. دكتور، المريضه اللي عندها سمنه موضوعيه زي حضرتك بتعامل معاها زي المريضه ما تكون عندها سمنه كليه وبتشوف النتيجه بعد عدد جلسات معينه؟ لا، مفيش جلسات، ده هو الشفط بيتم اتوانس، هو مره واحده بنشفط المنطقه او المناطق اللي فيها عدم تناسق، والمريض بيطلع بنتيجه نهائيه. يعني عايز اقول لحضرتك بعد العمليه مباشره في خلال اول 24 ساعه المريض بيبقى مش متخيل شكله والجمال اللي وصل له، او المريضه والحته العاليه اللي كانت مضايقاها وظاهره في البلوزه او ظاهره في البطن او ظاهره في البنطلون راحت تماما وحصل تناسق. ده بعد اول 24 ساعه من الشفط على طول، لان المريض بيعمل الشفط ده مثلا بيقعد ساعتين بعدها افاقه ويروح في نفس اليوم، ما بيحتاجش يبات. بيروح بيلاقي النتيجه المذهله دي، الجسم بقى بيورم تاني يوم نتيجه الشفط، في تورم بس ده بيبقى سائل تحت الجلد، بيروح طبعا يعني. تورم وشويه حمار ووجع شويه في تحت الجلد، بيروح تدريجيا يفش خالص بقى ويختفي في خلال الشهر الاولاني بعد الشفط. اوكي دكتور، سمعنا كتير قوي، كنا بنسمع عن الليزر، سمعنا عن الفيزر. دوره ايه دكتور في شد الترهلات والشد الجراحي عموما، واي الحالات او اي المرضى اللي ينفع معاهم الفيزر ونقول لا ممنوع خالص المريض ده نستخدم له الفيزر، وامتى نقول المريض ده لازم له الفيزر؟ بص، هو الحقيقه طول عمرنا بنقول ان الجلد المترهل ليس له حل على الاطلاق غير الشد الجراحي. تدخل جراحي. اوكي، بنعمل شفط والجلد مترهل، بيظهر الترهل اكتر، بنفتح جرح تجميلي في البطن مثلا، لو احنا بنتكلم على البطن جرح تجميلي، ونشد العضله الاول ونشد الجلد وناخد النتيجه النهائيه. دي عمليه عادي يعني، مفيش مشكله من اجراء عمليه. دكتور ممكن تشرح لنا زي ما حضرتك شايفه ده بطن عاليه والجلد مترهل. الاول قبل ما بنعمل الجرح ده احنا بنشفط الدهون. الجلد بيظهر عليه الترهل اكتر، بنفتح جرح في خط تانيه البطن نفسها عشان خاطر ما يبقالوش اي اثر. اللي هي الحته دي اصلا بتبقى لونها غامق شويه ولها علامه، فاحنا بنفتح في الحته دي عشان حتى لو سابت اثر بسيط ما تبقاش ظاهره.
بنرفع الجلد خالص بتبقى قدامنا العضله. دايما العضله ضعيفه سواء في الستات زي ما حضرتك شايفه، العضله بنقربها لبعضها، بنرسم رسمه العضله اللي الناس كلها بتتمناها او السكس باكس او العضله بتبقى مشدوده، بدل ما البطن طالعه لبره لا البطن داخله لجوه، وبنقفل الجلد عليها وبنخيطه بطريقه تجميليه. المريض او المريضه بتاخد نتيجه يعني كانها بتعمل 30 سنه رياضه، مش هتقدر توصل لنص النتيجه دي. لان الشد ده احسن من الطبيعه، مفيش انسان بتبقى بطنه مشدوده بالطريقه اللي احنا بنعملها، والجلد برضو بيبقى مشدود جدا، مع انها ولدت مرتين وثلاثه والجلد بتطلع بنتيجه احسن من ما كانت بنت. بتستغرق قد ايه يا دكتور؟ نعم، بتستغرق قد ايه العمليات دي؟ في العمليات ممكن تستغرق ساعه ونص او ساعتين، في المستشفى بتقعد يوم واحد وتخرج، بس بنقول لها خدي اجازه اربع خمس ايام كمان او اسبوع حتى عشان خاطر الجرح يكون التئم، والشد اللي احنا بنعمله بيبقى قوي شويه فبيعوقها اول كام يوم انها تمارس حياتها. بتلبس كرسي او حاجه؟ بتلبس مشد كده وكرسي، بيبقى وظيفته ان هو يمنع التورم الى حد كبير ويساعد في شد الجلد. اوكي، نرجع تاني الليزر والليزر. مهم جدا، هو ده البديل الحديث الحقيقه، وده من برضو الطفرات اللي احنا طول عمرنا بنقول الالتراسونيك ما بيعملش حاجه، الليزر ما بيعملش حاجه في شد الجلد. كل الاجهزه اللي سبقت قبل الفيزر ما كانش لها الدور ده. ده اللي هو صورة جهاز الفيزر. احنا بندخل ابره او كانيولا اللي هو الـ 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 الاله نفسها. بتبقى بتدخل من خرم، يعني تبقى شكلها كده بسيط كده يا دكتور، 2 3 مللي تحت الجلد. وبتتحرك كده زي ما انت شايفه، بتكسر الخلايا الدهنيه تماما، بتفتتها خالص. يعني الخلايا نفسها تم تدميرها، وبتسيح الدهون اللي فيها. اصبحت الدهون سايله، ولها تاثير حراري وكهرومغناطيسي بيخلي الجلد يشد ما يريحش. ده بنشفط بقى الدهون زي ما حضرتك شايفه. بص الجلد التاثير بتاعه، بص التاثير. بالظبط كده، بدل ما يبقى مترهل وينتني على نفسه، لا اصبح دكتور يعني الفيزر بيعمل لنا حلين، شفط وشد بالزبط. نفس الوقت في نفس الجلسه كمان، ده ونتيجته الحقيقه قويه جدا. بالذات للي هو الجلد عندها مش مترهل قوي. يعني في درجه من ترهل الجلد بنقول لا الشد الجراحي افضل، لكن في اكتر من 85% من الستات ومن الرجاله عندهم درجة من الترهل بسيطة معقولة. هنا الفيزر يبقى مثالي جدا، لأن هو هيعمل شفط تام. ده بعض الحالات اللي بتبين الفرق ده في الدراع على ما أعتقد. مبين سمك الدراع كان قد إيه، وبعد ما شفطناه والجلد فرق لحد كبير لحد ما مشدود، ما حصلوش ترهل. الشكل ده ما كانش يتم قبل كده إلا بجراحة وقطع في الجلد. لو تاخدي بالك هو احنا ما خدناش نتيجه 100%، نقدر نقول 80% او 90% في حجم الدراع. بس الجلد كويس. بس تجنبنا وجود جرح، لان كان وجود جرح في الدراع بطول الدراع من اوله لاخره محتاج يعني احنا بنجمل، بس في نفس الوقت الجرح احيانا بيبقى شكله مؤذي للمريض. لما نقدر نوصل لاننا نعمل شفط وشد من غير جرح، ده تقدم طبعًا جميل جدا. طبعًا. انا طول عمري الحقيقه كنت من الناس اللي ضد تاثير الاجهزه لانها كانت ضعيفه. وجربنا كل الاجهزه ما كانش لها التاثير القوي ده. بس الفيزر الحقيقه لا، طفره حديثه حلت محل اكتر من 80% من الحالات اللي كان لازم يتعمل لها شد جراحي. واقتصر الشد الجراحي على 20% اللي هم عندهم ترهل عنيف جدا، اللي كان وزنها مثلا 160 كيلو ونزلت بعد عمليه بقى وزنها 70 كيلو، فبيبقى في ترهل عنيف جدا. الفيزر ما يقدرش يجيب النتيجه القويه في الوقت ده. لازم ساعتها لازم الجراحه واقص الجلد الزايد ده خالص. اوكي دكتور، حضرتك قلت ان الفيزر لازم بيعمل حاجتين في اصحاب الاوزان الى حد ما الخفيفه، لانه بيعمل واللي عندهم درجه معقوله من الترهلات. اوكي، مين تاني يا دكتور ممنوع ان هو يستخدم الفيزر؟ مفيش حد ممنوع، لان زي ما انت شايفه الموضوع بسيط جدا. مفيش جراحه. هو عباره عن ايه دكتور؟ موجات ضوئيه ولا موجات كهرومغناطيسيه؟ تعديل على الليزر اللي احنا طول عمرنا بنسمع عنه. بيدي التاثير الكهرومغناطيسي وانه يسيح الدهون ويفتت الخلايا ويمنع ترهل الجلد. كان دايما هو ده الديفكت اللي مفيش جهاز بيعمله. لو الالتراسونيك، الكافيتيشن، الراديو فريكوانسي، الليزر، كل الاجهزه
اللي سمعنا عنها قبل كده جربناها مفيش اي تاثير يذكر في شد الجلد. اول جهاز الحقيقه نعترف بيه ونقول ان هو فعلا جهاز فعال وله هذا التاثير القوي هو جهاز الفيزر، وبالتالي هو طفره حديثه، ونتمنى ان هو في يوم من الايام يلغي كمان الشد الجراحي ونتجنب وجود جرح في 20% اللي فاضلين من الحالات اللي فيها الشد، لان هو حاجه حديثه واكيد لسه هيتم عليها تعديل. دكتور، عايزين نتكلم عن شد ترهلات الجلد خصوصا السيده اللي بتنجب كتير يعني بعد الحمل. دور الاجهزه الطبيه زي السونار والليزر بيبقى ليه تاثير كبير؟ ضعيف جدا، ضعيف بالذات في الجلد. يعني بصي حضرتك، احنا بنجيب اجهزه اتعملت في العالم كله بهدف مثلا اذابه نص سنتي من الدهون الزايده، سنتي من الدهون الزايده، وبنحاول نستخدمها لمريض او مريضه عندها طبقه دهون 10 سنتي. مش الجهاز اللي فاشل، احنا اللي اسأنا استخدام التكنولوجي. هما بره بيعملوه لمانيكان عندها حته بتبان في البلوزه او في الفستان. عندنا ولها دور. خدي بالك حضرتك، انت عندك نجوم وستارز وشخصيات في المجتمع عايزه ما يبقاش عندها اي ديفكت. هي الاجهزه معموله للنجوم دول. لكن لما نيجي على طبيعه الاجسام المصريه والعربيه بتاعتنا، لا يصلح على الاطلاق ان احنا نستخدم جهاز التراسونيك هينزل سنتي في واحده عندها مش هيأثر فيها 15 سنتي زياده في الديامتر. يعني العيب فينا دكتور مش في الجهاز، يعني احنا العيب فينا زياده وفي استخدام التكنولوجي الحديثه في غير مكانها. لكن نقدر نقول السونار والكافيتيشن والليزر والار اف دول استخدامهم عندنا يكاد يكون محدود جدا لاوزان خفيفه جدا والدفوهات بسيطه جدا. لكن الفيزر لا، له تاثير قوي، بيشد الجلد لاكثر من 80% من الحالات بيصلح لها الفيزر. تفتيت الدهون بتاعه ما بيرجعش تاني. الحقيقه بنشوف اكتفاء ورضا من الناس، واهم ميزه انه مفيش جرح ومفيش جراحه. مش هنحتاج نعمل تجميل بعد بالظبط. لا، هو كده كده الجراحه بيبقى جرح تجميلي بس. لازم برضو بيسيب اثر ولو بسيط. المريض برضو بيبقى عنده سنة الألم البسيطة اللي بعد العملية، بياخد مسكنات وكل حاجة وبتبقى كويسة، لكن وخوف يا أكيد دكتور من غير الجرح أكيد أفضل. دكتور، عايزين نبعد شوية عن السمنة الموضعية أو عند السيدات خصوصا، هنتكلم عن السمنة الموضعية اللي بتتركز في الثدي عند الرجال. دي أسبابها إيه دكتور وطرق علاجها تكون إيه؟ هو الحقيقة الرجال أحيانا بيحصل عندهم نوع من الاضطراب في الهرمونات اللي بيخلي الثدي بتاعهم زي ثدي الستات او اصغر شويه، وده ممكن يحصل لوحده من غير سبب. ممكن يحصل اضطراب هرمونات، ممكن تبقى صفه جينيه في الشخص أو نفسه مثلاً. ممكن تبقى صفه مكتسبه نتيجه ان الرياضيين وبيلعبوا الجيم وبياخدوا بعض الانابوليكس والحاجات المفروض لها تأثير كويس في الجيم بس لها تأثير سلبي على طبعا السادي. شايفين كمان الصورة زي ما حضرتك شايفة السادي بيبقى يا إما جزئين يا إما جزء واحد، يا إما دهون زايدة يا إما مش دهون بس، لا ده بيبقى فيه تضخم في الغدد اللبنية زيه زي الست بالظبط. الدهون بس ممكن شفطها تماما من غير اي جرح، زيها زي شفط الدهون العادي اللي موجود في الجسم، سواء بالشفط العادي او بجهاز الفيزر لو الجلد مترهل. يبقى الدهون بتعامل معامله شفط الدهون، لكن الثدي لما يبقى فيه ترهل في الجلد زي ما حضرتك شايفه ويبقى فيه غدد لبنيه كمان، عاده بيحتاج ان احنا نعمل تجميل وشد للثدي بعد استئصال الغدد اللبنيه دي، وده بيتعمل بالمنظار بجرح صغير من تحت الثدي من العلامه البني كده حواليها، جرح سنتي ونص او 2 سنتي. بنشيل الثدي كله من تحت الجلد ويبقى الجلد على العضله اللي احنا نسميها عضله البنش مباشره. وبعدين الجلد الزايد ده بنشيله كله تجميل وناخد وضع نهائي، صدر رشيق جدا، طبقه خفيفه على العضله، وجرح تجميلي مش باين اللي بنعمل بيه الشد. ده لو احنا عندنا غدد لبنيه وعندنا ترهل عنيف جدا في الجلد بيوصل لغايه تحت الابط كمان. مش بيبقى بس في الثدي، ده بيبقى واخد من اول نص الصدر لغايه تحت الابط. دكتور، ما بيرجعش تاني الشكل ده يعني؟ لا لا، على الاطلاق. اول حاجه حتى لو هو تخن شويه، لا ده احنا شلنا خلاص، اصبح المنطقه دي
طبقة بسيطة من الجلد وطبقة بسيطة من الدهون مباشرة على عضلة البنش، غير قابلة على الإطلاق إنها ترجع تاني. مرة تانية. دكتور، بالنسبة لتكبير الثدي، احنا شفنا طبعا تكبير أو الثدي الكبير عند الرجال، ودي مشكلة طبعا، بس لو احنا عايزين نكبر الثدي عند السيدة أو البنوتة اللي هي بتعاني من النحافة، ازاي دكتور نستخدم لها ايه؟ ما هو احدث حاجه دلوقتي لتكبير الثدي هو الامبلانت اللي احنا بنزرعه تحت احنا شايفين الجلد. معنا دي بتبقى حاجه زي كوره جل كبسوله انرت خامله تماما، ملهاش اي تفاعل مع الجسم وقويه جدا، مهما عايز اقول لحضرتك بيعدوا عليها عربيه 5 طن عشان تفرقع ما بتفرقعش. دي بالونه يا دكتور؟ بالونه حاجه شبهها زي كبسوله كده، زي بالونه بتتحط تحت الثدي، بترفع الثدي تخليه بروجكشن، والكلام ده بيتم من جرح تجميلي برضو ما بيظهرش خالص في الثانيه بتاعه الثدي من تحت. زي ما احنا شايفين هي الكبسوله الجل دي بنزرعها تحت الثدي، على فكره ما بتاثرش كمان على الرضاعه. انا لسه كنت هقول لحضرتك الرضاعه ودي عشان كده بتتعمل حتى في دكتور البنات. دكتور، بتكون امنه يعني ما فيش مضاعفات ليها في المستقبل؟ امان، لانها زي ما بقول لحضرتك حاجه كانك حاطه مخده رافعه الثدي وماده خام تماما، ما بتتفاعلش مع الجسم، ما فيش اي اختلاط بين السائل اللي جواها وبين الدهون اللي في الثدي، يعني ده هي مجرد كبسوله ومتحوطه، السائل اللي جواها ما بيختلطش بالانسجه. فما بيأثرش ما بيأثرش على الاطلاق. وهي بترسم شكل الثدي وتخليه بارز وبتخليه ظاهر وتمنع اي وجود اي ترهل. طبعا نتيجه مثاليه لما تبقى واحده وطول العمر رفيعه، دي بتعيش على طول، طول ما بتتغيرش مثلا ما بتتبدلش. بصي حضرتك، هو يعني بنقول اقل فتره ممكن تقعدها 10 سنين، لكن هي مده طويله في ناس كتير بتعيش العمر كله. طب ايه اللي بيخليها ما تعيش اكتر من 10 سنين؟ احيانا يحصل حاجه اسمها كابسولار كونتراكشن، ان الثدي يبقى من ناحيه مشدود عليها قوي عن ناحيه، فتحس الست ان مثلا شكل الثديين مش متناسق مع بعضهم. الكلام ده ممكن يحصل في 2% من الناس، ودي نسبة تعتبر قليلة، ويحصل بعد فترة طويلة جدا. وساعتها في حلول أخرى غير إن احنا نشيلها، بإننا نعمل نوع من المساج ونعمل الفايبروزيس دوت ويرجع ياخد الشكل الطبيعي بتاعه ويكمل عادي، أو لو هو عنيف شوية بنحتاج بقى نشيله ونديها فترة راحة وممكن نركب امبلانت تاني. دي حديثة جدا يا دكتور الطريقة دي، كنا بنسمع عن السيليكون والحاجات وأضراره ومشاكله. ما بقيناش نحقن أي حاجة عشان خاطر ما يبقاش مختلطة بأنسجة الجسم، نقلق إن يبقى لها أي تأثير سلبي في المستقبل الحقيقة. فدايما البحث العلمي بيتجه أضمن حاجة إلى الأمان. دايما في رول بنقول سيفتي كامز فيرست، الأمان هو الأول. إحنا بنعمل حاجات تجميلية، ما يليقش خالص إن إحنا نضر بصحة المريض تحت أي سبب، لأن إحنا في الآخر عايزين له حياة أفضل وشكل أفضل. وملهاش أي تأثير على الرضاعة خالص؟ لا لا، ما هو لأن زي ما حضرتك شفتي إحنا بنحطها تحت الثدي خالص. يعني إحنا هي بعيدة أصلا. إحنا الغدد اللبنية بتاع الثدي ما تفاعلناش معها خالص، ما عملنا لهاش أي حاجة، ما قطعناش فيها، بالعكس إحنا رفعنا الثدي وحطينا حاجة تحتيه خلته بارز أكتر، لكن ما تعرضناش مع الغدد اللبنيه، مع الحلمه، مع اي حاجه تتعارض مع الرضاعه. دكتور، دور بالون المعده، هل ينفع الناس اللي بيعانوا من السمنه الموضعيه ولا بالون المعده للسمنه الكليه؟ والله السمنه الموضعيه بنقدر السمنه الموضعيه لو هو المريض وزنه كويس او المريضه وزنها كويس، البالونه ما تبقاش صالحه ليها، لان البالونه هتخسسها كلها وهترجع تقول لك وشي خس وانا مش عايزه كده وجسمي خس ولسه بطني. لكن البالون صالحة للناس اللي عندها وزن زائد بسيط، زي ما حضرتك شايفة ميزة البالون إنها بتدخل بمنظار من البق، ما فيش أي علامة ولا جرح في البطن ولا أي حاجة، وبتدخل من غير بنج على الإطلاق، لا منوه، يعني هي لا عملية ولا بنج، تتعمل في 10 دقايق في وحدة مناظير مش في غرفة عمليات حتى، والمريض بيعملها ويروح على طول ويمارس حياته في نفس اليوم. ودي ميزه زي ما حضرتك شايفه، بالونه دخلت ما كانتش منفوخه، نفخناها وسبناها تنطلق في المعده. تاثيرها ان المريض بيبقى عنده احساس بالامتلاء، ده من منظار داخل عن طريق الفم، داخل من البلعوم، وبعد كده هيدخل تجويف المعده وننفخ البالونه ونسيبها.
البالونه بتخلي المريضه او المريضه عندها احساس بالامتلاء على طول، ملهاش نفس، بتقدر تخس درجه كويسه من الوزن في فتره محدوده، والبالون بنشيلها بعد 6 شهور. في خلال الفتره دي المريضه ممكن تكون خست 30 كيلو 25 كيلو 20 كيلو في اقل الاحوال. وده عشان كده بنقول البالون تنفع للناس اللي وزنهم زايد، وزن زائد بس مش سمنه مفرطه. يعني ما نقدرش نقول ان المريض اللي وزنه 150 كيلو ولا 140 كيلو يعمل بالون وهينزل يبقى 70 كيلو ولا 60 كيلو. لا، مش هتدي التاثير ده على الاطلاق. الناس دي لازم تعمل جراحات سمنه كليه، وهو ده اللي بيؤدي لنجاح حاجه وفشلها. هل تم اختيارها للمريض المناسب واتعملت صح؟ يبقى ناخد باذن الله النتيجه الصح. البالون عيبها الوحيد اللي دايما برضو بحب انوه عنه، ان المريض او المريضه اللي تركب البالون لازم يكون عندها نوع من الاراده، مش اثناء البالون، بعد ما نشيل البالون. لان البالون مش حاجه عايشه العمر كله زي الجراحات، ده هي فتره معينه وبعدين هي لها لايف سبان 6 شهور. واحنا عاده بنستخدم البالون اللي هي الامريكي، البي اي بي الانترناشونال، اللي هي ابروفد او متوافق عليها من الاف دي اي. فلازم يكون المريض نفسه عنده اراده بعد تركيب البالون بعد 6 شهور، نرجع نعتمد على ارادته ان هو يمشي على لايف ستايل معين ويحافظ على الوزن اللي حصل. انا بشكر حضرتك جدا، للاسف وقت تقريبنا انتهى، وانا في اسئله كتير وفي حاجات كتيره جدا كنا عايزين نتكلم فيها ان شاء الله في الفقرات اللي قادمه. بشكر دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر. بشكرك جدا دكتور، انتظرنا ان شاء الله فقرات جديده قادمه كل ما يخص عالم الطب والتجميل والسمنه، واي حاجه انتم ممكن تسالونا فيها احنا بنحاول نقولها في الفقرات. استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من برنامجكم طبيب الحياه يوميا من السبت للأربع، والإعادة من الساعة 1 الصبح ومن الساعة 7 صباحا. كنت معكم إنجي علاء، إلى اللقاء. مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، أهلا بكم فقرة جديدة مميزة من برنامجكم طبيب الحياة. هنكون معكم يوميا من السبت الأربع من 1 حتى 2 ظهرا، والحقيقة النهاردة فقرة مختلفة لأن في أسئلة كتير جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك الخاصة بالبرنامج، برنامج طبيب الحياة. جات لنا أسئلة كتيرة جدا بس معظمها كان بيدور حول العيوب والتشوهات الخلقية عند الأطفال، عشان كده احنا خصصنا الفقرة دي للرد على استفساراتكم وأسئلتكم. وطبعا اسمحوا لي في البداية أرحب بأستاذ دكتور عبد العزيز يحيى، أستاذ جراحات الأطفال وعلاج العيوب الخلقية والتشوهات بطب الأزهر. أهلا بيك يا دكتور ومنورنا، وفقرة مميزة لأننا هنرد على أسئلة واستفسارات السادة المشاهدين. في البداية دكتور، أول سؤال شفناه، منى بتقول إن عندها ابنها عنده 2 شهر وهو بيعاني من شفة أرنبية. إيه الحال يا دكتور؟ طبعا إحنا معنا مجموعة من الصور بس ناخد كلمة من حضرتك. الشفة الأرنبية زي من الحاجات الكتيرة جدا والعيوب الخلقية الظاهرية جدا الموجودة في الوجه. يعني الوجه والرأس من الحاجات اللي بيجي فيها عيوب خلقية كتيرة جدا. أشهرهم وأكثرهم حدوثا هو الشفة الأرنبية. من الكلمة زي إنجي شفة أرنبية يعني إيه؟ يعني الشفة زي شفة الأرنب. فمطلوق عليها شفة أرنبية، يعني مشقوقة. الشفة الأرنبية دي المفروض إنها عندنا كلنا في المرحلة الجنينية، كل شفتنا العليا بتبقى مشقوقة كلنا بلا استثناء. وفي مرحلة معينة من النمو تبدأ تلتحم، لأن بيجي جزء من اليمين وجزء من الشمال، والفاصل اللي في النص ده بينزل من ناحية الأنف، تلتحم الشفة الأرنبية العليا. ودي بتيجي من 3 أماكن مختلفين في النمو فبيلتصقوا ببعضهم في المنظر العام اللي احنا متعودين عليه، اللي هو الشفة العادية بالفاصل بتاعنا الطبيعي. معانا دكتور كمان أول صورة حضرتك ممكن تشرحنا عليها. ده نوع من أنواع الشفة الأرنبية، زي بقول لحضرتك ما حصلش الالتحام في ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، بس مش مكتملة. مش واصلة لغاية المارينا بتاعة الأنف. الشفة الأرنبية هنا مزدوجة على الناحيتين، ودي من ضمن العيوب الكبيرة. بتشوف الشفة الأرنبية بعد التصليح ونفس الطفل بعد العملية، لسه الغرز موجودة فيه زي ما حضرتك شايفة. الشفة الأرنبية هنا شوف صلحت بقى المنظر العام، تشوفيه بعد أسبوع 10 أيام ولكن كان فيه موجود شفة أرنبية. الموضوع ده من الحاجات المنتشرة جدا دلوقتي، عيوبه أو أسبابه زي أسباب العيوب الخلقية العادية، السموم اللي موجودة في الأغذية والتلوثات اللي في الجو والمدخنين والعلاجات اللي بتاخد اثناء فتره الحمل الاولانيه، كل دي اسباب بسبب الشفه الارنبيه. اوكي. المشكله في الشفه الارنبيه زي ان جي ان هي من الحاجات اللي طبعا منظر العام زي ما حضرتك شفتي صعب جدا على النفس ان يشوفه. الانسان العادي صعب جدا يشوف المنظر،
ده نوع من انواع واخد الجنب الشمال كله. يعني عدم اكتمال او عدم التصاق الجزئين من الشفه اللي هي ما حصلش التحام الطبيعي اللي بيحصل عندنا كلنا. النسبه بتاع حضرتك ده على الجانب الايسر زي ما حضرتك شايفاه واخد من اول الشفه بالعضلات بتاعتها كلها بالجلد بالغشاء الطلائي الداخلي لغايه المارينا بتاعت الانف حتى كمان مش مكتمله. يعني الفتحه بتاعت الانف ناحيه الشمال مش مكتمله. وده من اصعب برضو الحالات لانه واخد جزء من العظم الداخلي بتاع الفك الامامي اللي بيطلع فيه السنان بتاع مقدمه القواطع بتاعت الاسنان. اللسه مثلا يعني واخد العظم نفسه اللي بيطلع فيه العظم اللي بيطلع فيه السنان مش مكتمل. ده صعب مش النمو ده بعد العمليه حضرتك. ده بعد العمليه هو الطفل ده نفس الطفل لسه الغرز مفكوكه فيه نقطه دم مطرح الغرز مفكوكه. ده نفس الطفل اللي احنا شفناه نفس الطفل حضرتك ترجع الصوره اللي قبلها ده مختلف جدا يا دكتور. هذا يعني الطفل اهو سبحان الله اه ده شكله ده شوفي المنظر بعد اجراء العمليه مختلف بتحس ان هو الحمد طبيعي عشان طفل طبيعي تماما والحنان العاديه بتاعه الشفه مفيش مشاكل فيه خالص. الشفه الارنبيه عيوبها زي ما حضرتك المنظر العام العيب الثاني ان الطفل ما يعرفش يرضع لا طبيعي ولا ده اصعب من الحالات بقى اللي حضرتك بيقول عليها. العظم شوفي الامامي مش متكون خالص عظم بتاع الفك مش متكون خالص ومضطرين عشان يغذيه يحطوا له انبوبه عن طريق الانف يتغذى منها عشان ما يقدرش يمسك هو لا عظم مش متماسك مفيش عظم اصلا والشفه نفسها مش متماسكه عشان يمسك ببرونه او يرضع بالثدي الطبيعي. فطبعا ده عشان كده الحالات الشفه مدخل فيها فتره قريبه جدا الزنج يعني في الشهر الاولاني تقريبا بندخل في العمليه. الطفل بعد العمليه ولسه انبوبه ده بعد العمليه يعيدها تاني ويشوف ده الفرق بين الاثنين او يحطهم جنب بعض. دكتور يعني ده الطفل طبعا قبل اجراء العمليه وده بيعاني من اصعب انواع الشفه الارنبيه. الشفه نفسها كلها مش مكتمله على ناحيتين والعظام الاماميه بتاعه الفك اللي بيطلع فيها القواطع بتاعه السنان مش مكتمله فده من اصعب الحالات. ونشوف بقى صورته بعد ما ان شاء الله المنظر الطبيعي العمليه طبعا مختلف جدا بقى طفل طبيعي والشفايف موجوده والعضلات اللي موجوده. فبقى عندنا مشكله ان الطفل ما بيرضعش كويس. المشكله الثانيه انه يشرق طبعا لان بقه مش زينا التجويف نفسه فتح على بعضه. الحته الثانيه طبعا انه بيحصل له التهاب رئوي مستمر عشان الشرقان اللي بيحصل له. فالطفل ده طفل برضه من الحالات الصعبه واخد جنب على اليمين اهو واصل كله لغايه المارينا بتاعه الانف او العين الفتحه بتاعه الانف اليمنى برضه من الحالات الصعبه جدا اللي بتبقى موجوده. يعني ده شكل تاني يا جماعه ده منظر تاني نوع تاني كل اشكال الشفه الارنبيه لما تيجي على جنب واحد يعني جنب يمين جنب الشمال في الوسط مكتمله او مش مكتمله او تيجي على الناحيتين او تاخد العظام الاماميه كده. عيب الشفه الارنبيه الزي ان جي بيجي معاها متلازمه ساعات عيوب خلقيه في القلب. عشان كده من ضمن التحضيرات ان نحضر الطفل قبل العمليه نعمل موجات صوتيه على القلب عشان نطمن ان ما فيش عيوب خلقيه في القلب تستدعي التدخل السريع. يعني هي مرتبطه في حالات كتير نسبه كبيره جدا بتيجي معاها كده. الحاجه الثانيه عشان استاذ البنج استاذ التخدير يبقى عنده علم بطريقه البنج المعينه اللي يتعامل معاها مع الطفل في حاله ثانيه لو عنده عيب خلقي ثاني ملازم مع الشفه الارنبيه. 70% من الحالات دي بيبقى معاها حاجه اسمها سقف الحلق المشقوق. الطبيعي عندنا ان داخل الفم عندنا جزئين الجزء السفلي اللي في اللسان والبلعوم بتاع البلح والجزء العلوي اللي هو فيه العظم اللي ماسك في العظم بتاع الفك. الجزء ده اسمه سقف الحلق يعني هو مرتفع كده فيسموه سقف الحلق. ده مكون من جزء رخ اللي هو الداخلي عند الهضم عند اللهاء واللسان المزمار وجزء صلب اللي ماسك في عظام المقدمه. احيانا في الاطفال دي 70% حالات الشفه الارنبيه معاها شق في سقف الحلق الموجود ده يعني ده ما اكتملش نموه الجزء العلوي فتلقى الطفل اصلا لو رضع من بقه ينزل الرضاعه من مناخيره من الانف فلان الدنيا كلها فاتحه على بعضها 70% من حالتها كده. فالحمد لله اخترعوا ببرونه معينه لها سداده كده تبدا تقفل سقف الحلق والطفل بيرضع بيها تمام هي بتعالج المشكله دي بتقفل سقف المكان المفتوح ده بتقفله الجزء اللي فوق الرضاعه عشان الطفل ما يشرقش لان كده تخش على الانف تخش على الشعب الهوائيه يحصل له مشكله. عشان كده الحالات دي بالذات مشاكلها كلها في التهابات الشعبيه او الرئويه. عشان كده بندخل بدري في الشفه الارنبيه خلال الشهر الاولاني يكون العضله لسه بحيويتها ما حصلش التهابات ولا تليف يكون الطفل حالته العامه اتحسنت شويه في خلال الشهر الاولاني يكون الطفل ما حصلوش التهاب رئوي يمنعه من العمليه او من اجراء العمليه طبعا في الـ في الـ في الراس فلازم ياخد بنج. الحالات دي بنتدخل فيها زي ما قلت لك بدري في الشهور الاولى والمنظر حضرتك شفتيه يبقى متغير تماما بعد العمليه خلاص بيرجع طفل طبيعي جدا ومن غير اي تشوهات او عيوب خلقيه. دكتور في سؤال كمان جالنا من مرام. مرام بتسال عندها بنتها عندها 10 سنين وبتشتكي من وحمه كبيره جدا في رقبتها. هو الوحمه ده الاسم البلدي او المتعارف عليه للاكياس الدمويه الزائج اسمه العلمي اكياس دمويه او اورام دمويه حميده اسمها هيمانجيومس. ده بيحصل ايه خلل في النمو بتاع الاوعيه الدمويه وهي بتتدرج من الشعرات الدمويه للاورده للشرايين للشرايين الكبيره على حسب
الخلل حصل فين. اه عشان كده التمدد الدموي او الاكاسه الدمويه بتحصل في اي حته في الجسم. معانا كمان صوره بتوضح شكل الوحمه الراس زي ما انت حضرتك شايفاها. اه ده تمدد دموي او وحمه دمويه في فروه الراس. وده الحمد لله من احسن انواع لان ممكن استئصالها جراحيا بسهوله وتقفل مكانها تجميليا وخلاص ما يبقاش في مشكله. التمدد الدموي ده بيجي من اول الجلد، من اول تغير اللون اللي هو بقعه سوداء او بقعه بني شويه او بقعه محمريه زي راس الدبوس لغايه لاكثر ما تيجي وحمه قد كده او تاخد الجسم كله او تاخد رجل كلها او تاخد ظهره كله او تاخد جنب كامل من الوجه. يعني حضرتك بتختلف من واحد لواحد وحسب لها تغذيه شريانيه ولا لا. ادي وحمه واخده الشفه السفلى كلها. دي وحمه واخده الشفه السفلى في الشفايف نفسها، الشفه نفسها. دي مشكلتها برضو بتبقى واخده غذاء شرياني او وريدي من مكان معين. فبنعمل لها اشعه معينه نشوف الغذاء جاي منين، المدد الدموي جاي لها منين، ونبدا نحوصل عليه ونستأصلها. تمام. دكتور يعني هي لون او تجمع دموي زي ما حضرتك قلت، هنشوف كمان الصوره دي. ده اصعب الاحوال زي ما حضرتك اهو. ده واخده الجزء الخارجي وداخله في الغده النكفيه اللي على الجانب الايسر، واخده جزء الجلد الخارجي وجزء نص الشفه زي ما حضرتك شايفاها كده. العلوي والسفلي يعني الجانب الايسر كله تقريبا عباره عن تمدد دموي. ده جاي له غذاء من الشريان الرئيسي اللي طالع من الرقبه. ما عملنا الاشعاعات. فده طبعا محتاج تدخل على اكتر من مستوى. وطبعا دكتور كل ما كانت الام ملاحظه الموضوع ده حتى لو في اماكن مختفيه من الجسم يعني واسرعت على الدكتور، ده بيسهل الموضوع جدا. طبعا الوحمات دي حضرتك من الحاجات اللي بتكتشف طبعا على طول، مش محتاجه باينه واضحه، بتبان على طول حتى من اول لو نقطه. دي وحمه في الخد الايسر وكان معاها وحمه ثانيه في الصدر، الاثنين في وقت واحد. واخد بال حضرتك؟ ده جاي لها غذاء من الغذاء اللي طالع للخد من الناحيه بتاعتها. فده استئصلك جراحيا. شاف الصوره موجوده بتاعتها بعد العمليه، وبقى المنظر العام تشوف مكان جرح عادي خالص. دكتور لو سبناها ممكن تزيد في الحجم ولا لا؟ اقول لحضرتك خطورتها ايه بقى. طبعا اول زي ما حضرتك قلتي ان هي تزيد في الحجم، شيء طبيعي ان كل جسم يكبر هي تكبر معاه. ولو كان كمان جاي لها غذاء دموي تبدا تتمدد اكتر وتزيد اكتر. الجزء اللي الاصعب يا استاذ انجي ان ممكن تتجرح. وده حصال الدم كلها دم. يعني دي لو اتخدشت او البنت ولا الولد هرش فيها بس الضوافر وممكن تنزف الدم. الحته الثانيه زي اي حته في الجسم ممكن تلتهب. ولو التهبت هتعمل طبقه سطحيه وتبدا تنزف من كل حته، تنشع دم من كل حته. فاحنا دايما في الحاجات دي زي ما بنبدا فيها من سن بدري. نبدا ندخل بالطرق اللي ايه التقليديه بتاعتنا اللي احنا بنتعامل معاها. في طرق العلاج يا استاذ انجي للحالات دي. تتدرج من اول حقن معينه تخليها تتليف وتتحوصل والدمويه بتاعتها تقل. تبقى سهله الاستئصال الجراحي. او لو هي صغيره خلاص ممكن تضمر على كده. في طرق تانية للعلاج اللي هو علاج بالليزر. لو حاجات سطحيه معينه ممكن الليزر يكويها وتبدا هي الدمويه بتاعتها تقل وتختفي او هتتحوصل تقل خالص، استئصال جراحي بسيط. في حالات لازم تربطي الغذاء المدد الشرياني او الوريد اللي جاي لها عشان تقل. لازم تقفلي عنها التغذيه بتاعتها اللي بتجيلها عشان تقدري تشيليها بسهوله. في ناس صراحه يعني اصعب واصعب بتحتاجوا كل التدخلات دي مع بعض يا زينج. كل العلاج ده طرق العلاج كلها مع بعضها. تبداي بدي او تبداي بدي او دي حسب كل حاله. احنا بنشوفها نعملها بروتوكول علاج معين وتمشي بقى عليه، سواء اجراح الاول وبعد كده حقن او ليزر او العكس او بالترتيب او بالاختلاف بتاعه. طيب في سؤال كمان دكتور، مروه بتسال، ابني مولود وعنده فتق أرابي وعايز تعرف ايه الوقت المناسب والافضل لاجراء العمليه، وعايزين نعرف يا دكتور ايه الفتق ده عباره عن ايه. الفتق هو فتحه في جدار البطن. المنطقة الإرابية هي المنطقة الواصلة بين البطن وبين أعلى الفخذ. الواصلة في البنين والبنات يعني الاثنين زي بعض. الجزء اللي بين البطن أسفل البطن وأعلى الفخذ اسمه الإرب، المنطقة الإرابية. الطبيعي إن الفتحة دي قبل الولادة بتقفل، تنزل الخس في الولاد في مكانها الطبيعي. وفي أطفال الفتحة دي ما تقفلش. أول ما الطفل يتولد يكون مثلا عنده كحة، عنده دور إسهال، عنده دور إمساك، هو نفسه عصبي بيشد متنشن شوية، يبدأ مع الحزقة دي تطلع جزء من الأمعاء في الفتحة دي. تعمل حاجة اسمها الفتق الإربي اللي حضرتك بتقول عليه. الفتق الإربي بيجي على ناحيتين أوزينش، يمين وشمال، لأن هنا فتحة وهنا فتحة. الطبيعي عند الأطفال ما فيش فتحة دي، بتلتئم وخلاص. نسبة الأطفال الطبيعيين اللي في الولاد تجي لهم من 3-5% الأطفال يصابوا بالفتق الإربي. على الناحية اليمين من 60-70% والناحية الشمال 30%. بيزيد النسبة دي في الأطفال البنين عن البنات، أقل شوية. والمكونات هنا غير المكونات هنا. في الأطفال البنين ينزل فيها في الغالب يعني تنزل الأمعاء فيها أو جزء غشاء المسارية المغطي الأمعاء. عشان كده خطورتها إن لو جزء خرج بره
اكتر من الفتحه ممكن يتخنق، وسموه فتق مختنق. فتق مختنق يعني ايه؟ يعني الجزء اللي خرج بره مش عارف يدخل تاني، فبقى زي حاجه بالونه اتنفخت وانت رابطه النهايه بتاعتها، مش عارفه تهويها تاني ولا تدخليها في اي مكان ضيق، فيأثر على الدمويه بتاعه القولون او المستقيم او الجزء اللي نازل في الفتق، فده ممكن يتلف ويحصل له غرغرينه ويستأصل، وبتحصل حاجات كتيره كده. عشان كده مفيش اهمال في الفتق الارابي. الفتق الارابي عالميا وحاجه دوكيومنتد ان الفتق الارابي وانس ان هو شخص لازم يتعمل. بنراعي بس في الاثناء دي الطفل مثلا ناقص النمو نسيبه يكمل شويه تحت ملاحظه دقيقه ونشوفه كل يوم لو امكننا، او يكون عنده مشكله طبيه تمنعه ان يخش العمليات دلوقتي لغايه ما نبدا نشخصها ونطمن عنده عليها عنده مرض تاني او على طول يعني. لكن الفتق لازم شخص، لازم يتعمل له عمليه. كمان ممكن ينزل الفتق ده بعد شويه حتى لو ما اثرش واختنق، ياثر على الخصيه لانه ضاغط عليها باستمرار، ياثر على دمويتها. في البنات اخطر كمان من البنين ساعات ان بينزل في المبيض يا استاذ انجي، فممكن المبيض يتلف، يبقى انت البنت عندها مبيضين واحد تلف وهي لسه في ولسه صغيره لسه في مرحله من عمره قليله جدا، حرام يعني. اوكي طيب دكتور ساميه بتقول عندها ابنها عنده امساك مزمن على طول، وعايزه تعرف سببه ايه وازاي تتخلص منه. الامساك المزمن له نوعين، امساك وظيفي وامساك مرضي. امساك الوظيفي اللي هو الطفل كان مولود كويس وكان بيعمل حمام كويس، بعد شويه دخل في امساك مزمن ما يعملش حمام الا بملينات او بالبوسه، تلاقي الطفل ما تيجي تساله تاخد التاريخ المرضي بتاعه تلاقيه ما بياكلش كويس، ما بياكلش خضروات كويس، ما بياكلش الياف كويس، ما بياكلش فاكهه، ما بيشربش ميه كتير، هو الطفل نفسه كسول ما بيحبش يدخل الحمام. كده الحاجات دي بتتعالج غالبا بطرق اللي هي العلاجيه العاديه. معنى دي صوره دي صوره الامساك المرضي. وده حضرتك شايف القولون متضخم من فوق وتحت عامل زي ديل القطه. الجزء ده اللي تحت ده هو الجزء السليم، الجزء المتضخم هو الجزء اللي ما فيش فيه خلايا عصب، ده الجزء المرضي. الجزء اللي هو اللي بيجي بالعلاج ده يعني غالبا ما بيبقاش في سكه الجراحه خالص يعني. الا اذا الجزء المتضخم ده هو ده الجزء بس ده حاله مرضيه. الا اذا الجزء المتضخم ده خلاص فقد المرونه بتاعته وبقى حاجه اسمها اكتاتيك، يعني هو عامل زي الكاوتش بالظبط ما بيتمطش، ما عادش بينقبض وينبسط زي القولون العادي بتاعنا. فبقى الامساك المزمن كده ما يخفش ابدا الا بالتداخل الجراحي، ان انت تستأصلي الجزء ده خالص وتوصلي الجزء السليم بالجزء السليم. ده ما ينفعلوش ادويه او عقاقير لو وصل المرحله اللي بقول لحضرتك عليها. لكن في الاول ممكن يجي بالعلاجات والتنظيم تاني بتاع الحمام وتنظيم الاكل والميه يتعدل. الجزء اللي حضرتك شايفاه ده الجزء المرضي اللي هو ايه بقى؟ ان القولون نفسه الطفل اتولد وما عندوش عقد عصبيه في جدار القولون، فهو مش عندوش تنبيه عصبي، فيجي الفضلات تتجمع وما عندوش حاجه تقول له نزلها. فعامل هو عامل كده، عامل زي الخزان قاعد يخزن وخلاص. وبالتقل بعد يوم 2 3 اسبوع بالجرافت بالجاذبيه تنزل الايه الفضلات تنزل. بس لازم استخدام ملينات او حقن شرجيه عشان يتحرك. اما تيجي تاخد تاريخ المرض تلقى من يوم ما اتولد تقريبا هو عنده امساك الطبيعي من يوم ما اتولد، قبل حتى ده مولود هو مولود كده بالطبيعه دي. تعملي اشعه المنظر اللي حضرتك شفتيه، جزء ما فيش اعصاب خالص باين واضح في الصوره. تاكد الكلام ده ان بناخد منه عينات يا زينجي. كل الاماكن ناخد منها عينات، ودلوقتي الحمد لله بناخد عينات بالمنظار من غير فتح البطن، ونشوف الاماكن السليمه لغايه ما نوصل المكان السليم. بنعلم عليه ونبدا في العمليه بتاعت استئصال القولون، ناخد من اول السليم على السليم زي ما قلت لحضرتك. وبتتعمل بطرق كتيره دلوقتي. طبعا في الطرق القديمه نفتح البطن ويبقى بطن ومن الشرج الاثنين مع بعض. نبدا نسلك القولون من البطن ونسحبه من الشرج ونوصله تحت في الشرج. الحمد لله عاد في تقدم جامد جدا في العمليات دي، رغم انها كانت تقعد بست سبع ساعات والطفل في التخدير والكلام ده واوفر عليه قوي يعني، وتنقل له دم قصه كبيره يعني. دلوقتي قعدنا بنعمل العمليه بطريقتين لو الطفل جه بدري والام لاحظته بدري خاصه في السنه الاولانيه. بيتعمل بطريقتين، يا طريقه المنظار ان احنا بنكمل من فوق من البطن كله ونوصله ونسحبه من تحت من الشرج، يا اما من الشرج تماما وما نفتحش البطن خالص وبطن الاسليم تماما ما يبانش عليها. حتى الطفل وهو ما يكبر محب يدخل حربيه يدخل شرطه ما بيبقاش في اي جرح حتى لو كشف بطنه تحس ان ما عندوش عامل عمليه لو انه عامل استئصال قولون وتوصيل قولون بقولون، ودي اكبر عمليه في جراحه الاطفال. بس دي بالمنظار، دي الطريقه الحديثه او من الشرج خالص من غير منظار. من غير اي فتح في البطن. دكتور في سؤال كمان عايزين ناخد كل الاسئله. فاطمه ابنها عنده 4 سنين وقيس الخصيه دايما فاضي. كيس الخصيه فاضيه يا استاذ انجي، دي شكوى كبيره جدا عند الناس دلوقتي. في اطفال تتولد من يوم ما اتولد بيحسوا ان الكيس نفسه شكله مش طبيعي. كيس الخصيه ربنا خلقه بره الجسم عشان يحافظ على الخصيه في درجه حراره اقل من الصوره توضيحيه يا دكتور. دي صوره الخصيه وهي بتتكون من اول الكره الحمراء الاولانيه. ده هي مكان الخصيه بتتكون فيه في المرحله الجنينيه. تبدا تنزل حسب الاسهم السوداء كده لغايه ما توصل لاخر كره تحت في الكيس. هي ده المكان الطبيعي اللي الاطفال المفروض يكونوا عليه. في اطفال بقى تبقى الشكوى زي حضرتك زي الاخت اللي بتسال.
ان الخصيه وقفت في اي جزء من الاجزاء الاربعه دول او الخمسه دول، اي منطقه بتقف فيها بعد كده اسمها خصيه معلقه. معلقه يعني ما نزلتش في مكانها الطبيعي اللي هو كيس الخصيه. ربنا خلقها تحت عشان درجه حراره اقل، يبدا الهرمونات تشتغل وياخدوا الطور الطبيعي للنمو بتاع الطفل. لو فضلت فوق ما بتشتغلش، بالعكس بتتلف. يعني مش بتشتغلش بس وموجوده، لا بتتلف. فكانوا زمان الابحاث بتقول ان العمليات دي تتعمل بعد سن سنتين ثلاثه اربعه عند سن المدرسه. بداوا ياخدوا عينات الخصيه بتتلف، نزلوا بالسن لغايه سنتين الخصيه بتتلف. في اخر سن للخصيه المعلقه دلوقتي في التدخل هو ست شهور. من ثلاث لست شهور. ثلاث شهور لو معاها فات ايربي اللي حضرتك سالت عليه في الاول. لازم تعمل عشان خطوره الفات ما تاثرش الخصيه نفسها. ويدي طول للخصيه. لو خصيه بس تعمل على سن ست شهور. طب احنا عندنا مشكله ثانيه، الخصيه اصلا الكيس فاضي، طب الخصيه نفسها اتكونت ولا ما اتكونتش؟ ممكن. طب هي حجمها صغير عشان كده ما نزلتش؟ ولا لا؟ طب هي بتنزل وتطلع؟ ولا ما نزلتش خالص؟ بتختلف مثلا. كل دي انواع من الخصيه المعلقه. في خصيه اسمها المطاطيه اللي الام تقول لك انا بشوفها في الكيس وانا نايم، وساعات اشوفها ما اشوفهاش ثاني خالص. وساعات اشوفها في الدفا، وساعات في البرد ما اشوفهاش خالص. وفي خصيه اسمها الخصيه المهاجره، تلاقيها موجوده في مكان ثاني خالص، اعلى الفخذ بتاع، بعيد خالص عن الايه، عن المنطقه الطبيعيه اللي هي اللي احنا شفنا الصوره اللي في الانيميشن ده. او الخصيه المعلقه اللي هي الكلاسيكيه اللي احنا عارفينها، اللي هي في وقفت في الطور الطبيعي بتاع التكوين بتاعها بس ما نزلتش مكانها الطبيعي، اما حجمها قليل، اما في حاجه شبكه فيها مش مخليها تنزل، فات او انسجه من الجسم حيشاها، او الفتحه الطبيعيه بتنزل منها المجرى الطبيعي ما اتكونش اصلا. كل ده بنبحثه. دي بتختلف يا دكتور الطرق العلاج يعني؟ طرق العمليه بتختلف. بس بالتشخيص بقى بيعرفنا هي النوع ان هو فيهم. ونبدا ندخل بناء عليه. افرضوا كل ده المجرى كله ما اتكونش، كل ده والخصيه مش موجوده، بنعمل منظار تشخيصي على البطن. شوف الخصيه هل اتكونت فعلا ولا لا. طيب ما اتكونتش خالص، خلاص عرفنا ان ما اتكونتش. اتكونت ودمرت يا استاذ انجي، لازم لو دمرت وما عادش تنفع وخلاها ما بقتش خلايا، خلاص لازم تستأصل، لان ده مكان غير مكانها الطبيعي، ممكن تقلب خلايا سرطانيه. فبقت اخطر من لازم تستأصل. طب هي موجوده في مكانها بس صغيره، ممكن ننزلها في اقرب مكان للطبيعي. طب حجمها كويس، تنزل في مكانها الطبيعي. واكتشفوا زي ما بقول لحضرتك ان على سن سنتين واقل كمان الخصيه بتتلف، جزء منها بيفقد وظيفته. فبدأوا اكتر من 15 سنه. قالوا انه خلاص ملهاش وظيفه، وبتبقى عرضه تقلب خلايا سرطانيه بنسبه عاليه جدا. النسبه العاديه بتاعت الناس مثلا سي 1%، يبقى النسبه الثانيه عند السن كام يا دكتور؟ 15 ولا 16؟ 15 16. اقل من كده كمان. ما انتش عارفه هي وضعها ايه. صح. وحجمها ايه، والتغيرات بتاعتها تختلف من حد لحد. كل اللي بقوله لحضرتك ده فوق ده بحكم الخبره. لكن المفروض ان الطفل يكون خصيته في مكانها الطبيعي في خلال الثلاث شهور الاولانيه، لان اعلى نسبه هرمونات في الطفل من ثلاث لخمس شهور بعد الولاده. فلو ما نزلتش الخصيه في السن ده عمرها ما ينزل. لان في اراء انا بسمعها حضرتك يقولوا سيبه شويه بكره تنزل، ده اخوه كان كده، ده جارنا كان كده، الكلام ده كله كلام. مفيش حد زي حد يا استاذ انجي، كل واحد ربنا خلقه لوحده. منفصل بكيانه بذاته. يعني لازم نكتشف الموضوع ده بدري جدا، يعني الام تاخد بالها جدا ومن سن وبعدين دي خصيه تشوف. ده وسيله بقاء النوع. صح. مش حاجه يعني مش صباع ولا ضفر ولا اكيد خصي. دكتور لازم نهتم باي حاجه في جسمنا. لا انا بشوف ناس بتيجي كبيره والله بعد 20 سنه. ده اهمال بقى، وطبعا طرق العلاج بتبقى مختلفه جدا. الكلام اصلا غير مقنع، بس هو المتضرر المريض طبعا، مش عايزين المريض يتضرر طبعا. طيب دكتور في كمان سؤال من وفاء. وفاء بتقول ان ابنها عنده 7 شهور وعنده طهاره الملائكه. طيب ده برضو من ضمن الاعراف الغلط في الكلام. ما فيش حاجه اسمها طهاره ملائكه طبعا. الملائكه ما تطهرش حد. ده عيب خلقي في مجرى البول. فتحه البول يا استاذ انجي المفروض تكون موجوده في مقدمه العضو الذكري في الاطفال الاولاد، اسفل قليلا من المقدمه، في النص بالظبط الا قليلا يعني. في اطفال بيتولدوا الجزء بتاع العضو الذكري ما حصلوش نمو الجزء الاسفل، العضو الذكري مكون من جزئين، جزء علوي دموي في اسطوانتين، والجزء اللي تحت في مجرى البول والجلد اللي بيغطيها. فتلاقي الجزء اللي تحت ما حصلوش نمو، فما كملش الفتحه لمكانها الطبيعي ولا الجلد اللي بيغطيها. فتشوف المنظر فعلا شوفيه ايه، مختلف عن العادي. تلاقي اكن في مظله فوق كده ومتحتيها ما فيش حاجه باينه. تبص الفتحه موجوده بعيد عن المقدمه ايا كان درجتها. ده اسمه عيب خلقي في مجرى البول او الاحليل السفلي. احليل يعني مجرى بول، والسفلي يعني من تحت. الجزء الحالات دي برضو نسبتها زادت جدا في مصر للامانه يعني. فالناس برضو بتعتقد ان لسه بدري، لان هو الطفل ما بيشتكيش فعلا. لا بتوجع ولا عنده مشكله، ما بيعرفش يحكي اللي جوه. لا هو حتى لو كبير ما بتوجعش. ما فيهاش اي الم. هي مشكله الاطفال معظم الحالات ما بتوجعش.
والناس ما بتتحركش لما يكون في وجع ودي مشكله كبيره. ولو حد كبير يا دكتور، ما حضرتك قلت لو حد كبير ما فيهاش اي الم. ما فيش، ما بقول حاجه ما بتوجعش، لكن انت بتتكلم على مخاطرها حاجه كبيره جدا. يعني الطفل بتاع مجرى البول ده، اولا المجرى غير طبيعي، فعرضه يحصل له التهابات مسالك بوليه متكرره طول عمره لغايه ما يكبر، لان المجرى نفسه ما هوش الخلايا الطرقيه الطبيعيه. الحته الثانيه ان ده ما يكبر شويه بقت مشكله اجتماعيه، الاطفال بتعمل حمام تواليت لقدام، ده تلاقيه بيعمل حمام لتحت وبغرق هدومه، ولو بيعمل حمام في حمام في الحضانه هتلاقي الناس كلها بتتفرج عليه. المشكله الثانيه الاكبر انه بعد ما يكبر ما يجي يتجوز هتعمل مشكله في الانجاب، لان بتاثر على موضوع القذف بعد ما يكبر، بتبقى مشكله كبيره. علاجها من سن قد ايه؟ يعني دلوقتي برضو عندنا مشكله في العمليه اللي بنعملها، كنا بنعملها باستخدام قسطره بوليه ونفصل عليها الجزء اللي بنكمله لغايه قدام. القسطره البوليه دي بخبرتنا في سن بدري جدا احسن حاجه. ليه؟ الطفل اولا مش حاسس بيها، ثانيا ما عندوش القدره والحركه انه يشيلها، لان كان الاطفال زمان بنعملها على سن متاخر قوي بعد سنتين ثلاثه، فكان الطفل ممكن وهو نايم يشد القسطره باظت العمليه او الجرح نفسه ضرب، فبقت مشكله انه يخش عمليات بعد ست شهور ثاني وهكذا، وكان الناس بتعمل العمليات ثلاث اربع مرات. كمان الخبره زمان ما كانتش موجوده كبيره زي دلوقتي، فكانت العمليه بتعمل اكتر من مرحله، كل مره نعمل مرحله كل مره خطوه، لا مرحله واحده حتى لو كان الجزء مش كبير ومحتاج شغل كبير، يعني لان هي درجاتها من اول مقدمه زي ما قلت لك وتفضل تتدرج درج لغايه ما توصل تحت الخصيه، فمسافه كبيره جدا ساعات بنعملها برضو على مرحله واحده باذن الله، وفي سن بدري جدا من ست شهور تقريبا. بس الفيصل عندنا ان المكان نفسه العضو يتحمل العمليه، يعني في جلد نقدر نكمل بيه. عشان كده بننصح الناس ان اي طفل عنده عيب خلقي او اشتباه في عيب خلقي في مجرى البول ما يحصلوش عمليه الختان. موضوع الطهاره بختام اللي عندنا ده، لانه الجلد ان احنا بنحتاجه بنحتاجه في ترقيع بتاع العضو نكمل بيه، وبنحتاجه في تجميل العضو بعد كده عشان يبقى شكله طبيعي، ما تشوفيه بعد 10 ايام تحس طفل مختتم بس مش عامل عمليه تجميل او اصلاح للمسالك البوليه في الحته دي. لازم الاهالي يستشيروا حد متخصص، وده شغلته بيعملها كل يوم وما يخافوش، لان هو من خاف سلم، مش في كل حاجه طبعا. مش في كل حاجه خاف وروح انت برضو وسلم لحد شغلته تستفيد منه والطفل يخف ويبقى كويس. دكتور نصيحه لكل المشاهدين وكل الامهات وكل الاسر، يعني ان احنا نسرع من بدري لو شفنا اي حاجه اي عيب او اي تشوه في اطفالنا ان احنا نلجا للطبيب المختص. بشكر حضرتك دكتور عبد العزيز، يحيى جدا جدا، وان شاء الله مستنيك في فقرات جديده قادمه. بشكر حضرتك. معانا النهارده استاذ دكتور عبد العزيز يحيى، استاذ جراحات الاطفال وعلاج العيوب الخلقيه وتشوهات بطب الازهر. اتكلمنا النهارده عن التشوهات الخلقيه عند الاطفال، استنونا ان شاء الله فقرات جديده قادمه من برنامجكم طبيب الحياه من السبت للاربع من الواحده حتى الثانيه ظهرا، وما تنسوش الاعاده من الواحده صباحا وايضا من السابعه صباحا. كنت معكم انجي علاء، الى اللقاء. We'll be right back.